أستاذ عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، مرحبا بك في موقع اليوم 24. مؤخرا صدر تصنيف الجامعات اللي كتقوم به يعني واحد مؤسسة دولية اللي هي تايمز، واللي صنف جامعة سيدي محمد بن عبد الله يعني كأفضل جامعة في المغرب. طبعا تصنيفها على المستوى العربي يعني متأخرة، على المستوى الدولي ما متأخرة، ولكن هي الأولى على مستوى المغرب. ممكن تعطينا فكرة على هذا التصنيف ديال تايمز؟ وتصنيف تايمز التعليم العالي أو تايمز هاير إديوكيشن يصدر كل سنة، تصدره طبعا مجلة تايمز المعروفة في بريطانيا، وهو يهم الجامعات على مستوى العالم، ويعتمد على مجموعة من المعايير. هي خمسة معايير: معيار التدريس، يعني كيفية اشتغال الأساتذة داخل هذه المؤسسات، خاصة ما يتعلق بنسبة التأطير الأكاديمي في المؤسسات، كذلك نسبة طلبة الدكتوراه إلى عدد الأساتذة، أو بشكل أصح عدد خريجي الدكتوراه قياسا لعدد الأساتذة. ثم هذا المعيار الأول. المعيار الثاني هو معيار مرتبط بالبحث، وهذا التصنيف الدولي وعموما التصنيفات الدولية في التعليم العالي تركز أكثر على البحث. هذا المعيار الثاني مرتبط ببيئة البحث، ما هي الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، البنية التحتية للبحث العلمي، الإنتاج العلمي داخل هذه المؤسسات والجامعات. والمعيار الثالث هو جودة البحث، ويرتكز أساسا على ما يسمى بالاستشهادات أو الاقتباسات، يعني الباحثين عندما ينشرون بحثا معينا طبعا باحثين آخرين يمكن أن يأخذوا من هذا البحث، وبالتالي نحتسب عدد هذه الاستشهادات والاقتباسات. ثم المعيار الرابع مرتبط بالصناعة والعلاقة ما بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، وكيف تخدم الجامعة هذا المحيط الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق ببراءات الاختراع، أي البراءات الاختراع التي تنتجها هذه الجامعات. والمعيار الأخير مرتبط بالانفتاح الدولي للجامعة على طلبة دوليين، على أساتذة دوليين، على التعاون الدولي بين خاصة في مجال البحث. إذن هذه هي المعايير الخمسة. إذن الجامعات التي ترغب في أن تدخل سباق هذا التصنيف هي تقدم ترشيحها بشكل طوعي. بشكل طوعي يتم تقديم الترشيح، تدخل التصنيف الجامعات التي تستجيب لمعايير دنيا، وهناك جامعات مغربية قدمت ترشيحها ولكنها لم تصنف في هذا التصنيف لأنها لا تستجيب لهذه المعايير. يعني جامعات مغربية ليست لديها معايير دنيا أنها تدخل أصلا في التصنيف، خاصة المعيار المرتبط بالبحث العلمي، لأن تشترط هذه المؤسسة أن يكون الإنتاج العلمي على الأقل 500 بحث في 5 سنوات، يعني ما يعادل 100 بحث في السنة منشور طبعا في مجلات. ما هي الجامعات المغربية التي لم ت... منشور في مجلات علمية مفهرسة ومصنفة. الجامعات المغربية، هناك أول جامعة يعني قدمت ترشيحها قبل سنتين كانت هي الجامعة الدولية بالرباط، لحد الآن لم يتم تصنيفها. ثم كانت هذه السنة جامعتين، جامعة الأخوين والجامعة الدولية لأكادير. الجامعات تقدمت، لكن هذه جامعات خاصة لا تهتم بالبحث العلمي كثيرا. أكيد أكيد أن هذا هو العائق الكبير لهذه الجامعات، أنها لا تهتم كثيرا بالبحث العلمي. يمكن أن يكون مستوى تدريس جيد، لكن نعلم أن الكثير من الأطر التي تعتمد عليها هذه الجامعات هي أطر الجامعات العمومية، طبعا أطر خاصة بهذه الجامعات، ولكن عموما يتم الالتجاء إلى أطر الجامعات العمومية. الإيجابي ربما في تصنيف تايمز هو أننا وصلنا إلى 11 جامعة الآن، جامعة عمومية موجودة في التصنيف. مغربية. تحدث عن الجامعة المغربية، 11 جامعة عمومية، بقيت فقط جامعة وحيدة لم تدخل التصنيف ولم تشارك أصلا هذه السنة، هي جامعة بن زهر لأكادير. أما باقي الجامعات فهي الآن مصنفة. طبعا التصنيف يبقى تصنيف
ليس بالتصنيف الجيد، لأن الجامعات المغربية تتواجد في الصفوف ما بعد الألف في التصنيف عالميا طبعا. وحتى عندما نصنف هذه الجامعات على المستوى الإفريقي نجد أنها مصنفة في أول جامعة، هي جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مصنفة في المرتبة 44 إفريقيا وعربيا 44 إفريقيا و64 عربيا. يعني هناك 8 دول إفريقية تجاوزت المغرب في تصنيف هذه السنة، و 11 دولة عربية تجاوزت المغرب في هذا التصنيف. وهذا طبعا أعتقد أنه ينبغي الانتباه لهذا الأمر ومساعدة هذه الجامعات على الرقي في هذا التصنيف، مع الإشارة أنه ما بين السنة الماضية وهذه السنة كان هناك تقدم في النقاط المحصل عليها بالنسبة لست جامعات، وهذا التقدم وصل إلى 5 نقاط في أقصى حد، ولكن يبقى متوسط النقاط المحصل عليها من طرف الجامعات المغربية متدني جدا، لأنه في السنوات الخمس الأخيرة متوسط النقاط هو 21 نقطة على 100، متوسط هو 50، 21 نقطة يبقى عدد نقاط ضئيل جدا، بل أن هناك جامعات لا تصل حتى إلى 14 أو 11 نقطة في بعض الأحيان، وهذا طبعا يبقى شيء لا يليق بالجامعة. يعني رغم الإمكانيات ورغم الخطط والبرامج منذ سنوات، يعني الجامعة المغربية يعني لا تسير يعني بشكل لا تسير إلى الأمام، يعني إما متوقفة في مكانها أو تعود إلى الوراء. يعني مع الأسف تصنيف هذا التصنيف الدولي يعطينا واقع الجامعة المغربية كما هو، لأنه من جهة يمكننا من المقارنة مع دول أخرى، ومن جهة أخرى يمكن أن تقارن نفسك بنفسك عام مرور السنوات، على كل سنة كيف تطورت أو لم تتطور في هذا الجانب. مع الأسف المغرب بدأ في التواجد في هذا التصنيف الدولي منذ 2015، كانت جامعة القضاعيات، كان آنذاك يسيرها الوزير الحالي ميراوي، ودخلت أول مرة وكانت تصنيفها 334، ولكن على 400 جامعة 334، ولكن تلك السنة حصلت على تقريبا 36 نقطة، وهذا الرقم لم يتحقق لحد الآن. 36 نقطة كانت أقصى نقطة حصلت عليها جامعة مغربية في تصنيف تايمز. مع الأسف سنة بعد ذلك نزلت النقطة إلى 14.7، وطبعا في تدهور كبير لمستوى هذه الجامعة، رغم أنه كان هناك تغيير في المنهجية، ولكن المنهجية تسري على جميع الدول وجميع الجامعات وليس فقط على جامعة القضاء عياد أو الجامعات المغربية. هناك من يرى بأن أو يفترض بأن المشكل ربما هو مشكل إمكانيات، وأن المغرب ليس هو أمريكا وليس هو بريطانيا، ولكن المغرب ليس هو أيضا إثيوبيا وليس هو أوغندا وتنزانيا، وهذه دول رتبت جامعاتها أفضل من المغرب. عندما نقوم بتصنيف الجامعات على أساس اقتصاديات الدول وعلى أساس مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، ونأخذ فقط الدول التي هي أقل من المغرب على مستوى هذا المؤشر، نجد أن ترتيب المغرب الأول جامعة اللي هي سيدي محمد بن عبد الله هو 173، وهناك 13 دولة أفضل من المغرب وهي أقل إمكانيات من المغرب. وهذا طبعا يسائل جودة الجامعة ليس من جانب الإمكانيات، ولكن من جانب تدبير هذه الجامعات، جانب الإصلاحات المتتالية التي تم طبعا تطبيقها على الجامعة المغربية دون أن نحقق النتائج المرجوة، جانب بالخصوص حكامة هذه الجامعات. وحكامة الجامعات تسائل أيضا
تواجد هذه الجامعات على التراب الوطني والعدالة المجالية داخل التراب الوطني، بحيث نجد مثلا جهة درعا تافيلات لا توجد فيها الجامعة، الجهات الجنوبية تلات كلها لا توجد فيها الجامعة، في حين نجد في بعض الجهات أكثر من جامعة، وليس هناك معيار محدد لإحداث هذه الجامعات، علما بأن القانون الإطار نص على أن يكون هناك خارطة استشرافية للجامعات المغربية وأن نحدد المعايير لإحداث هذه الجامعات. نجد أن الجامعات يصل عدد طلبتها أكثر من 100,000، والمفارقة هو أن الجامعات العشرين الأولى على مستوى العالم لا يتجاوز عدد طلبتها 40,000، ومتوسط عدد طلبة في هذه الجامعات هو 25,000. بمعنى آخر يجب إعادة النظر في حجم هذه الجامعات لكي نتحكم في إدارتها ونتحكم في تدبيرها، خاصة وأنه نسبة التأطير نسبة متدنية في مجموعة من الجامعات ولا تمكن من تحقيق الحكامة المرجوة. نقطة ربما إضافة أخيرة، وهو أن عندما نستعرض المعايير الخمسة التي يستند إليها تصنيف تايمز، نجد أن المعيار الأكثر التي تتفوق فيه إن صح القول الجامعات المغربية أكثر هو معيار جودة البحث، بل أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله تجاوزت 50 نقطة في هذا المعيار، بأنها تجاوزت المعدل، وهذا شيء إيجابي ينبغي البناء عليه. ومتوسط النقاط بالنسبة للجامعات المغربية هو 35. جودة البحث الذي يساعدنا على أن نصل إلى هذا العدد من النقط هو استشهادات الباحثين المغاربة، بحيث أنه عندما الباحث المغربي ينتج فغالبا ما إنتاجه يكون جيد، ولكن المشكل موجود في الإنتاج. عندما نرجع إلى المعايير الأخرى، معيارين نجدهما من ضمن المعايير الضعيفة، معيار التدريس ومعيار بيئة البحث. لماذا بيئة البحث؟ لأن الموارد المالية المخصصة للبحث ضعيفة جدا، وكذلك الإنتاج البحثي في المجلات المفهرسة يبقى هو أيضا ضئيل جدا. سي عبد الناصر الناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، شكرا جزيلا. شكرا.